السلام عليكم. اهتزت ولاية الجلفة مساء اليوم على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها شباب ينتمون لسلك الدرك الوطني. وحسب المعلومات المتداولة فقد لقي درك مصرعه في عين المكان، وأصيب شخصان آخران في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي الشرف وولاية الجلفة، وذلك حسب المكلف بالإعلام للدرك الوطني، أين كشف بأن هذا الحادث وقع إثر اصطدام مباشر بين سيارة للدرك الوطني وسيارة أخرى سياحية من نوع تويوتا هيليكس. الضحايا تم إسعافهم في عين المكان من طرف الحماية المدنية ونقلهم للمستشفى، فيما نقلت جثث الدرك إلى مصلحة حفظ الجثث رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.